عملنا موقع سنة 2013، تمام. كان الهدف بتاعنا انه مش عايزين نتعب الناس خالص، عايزين اي حد كرييتيف، اي ارتست، اي فنان، اي عازف يركز بس في اللي هو بيحب يعمله، ان هو يعمل المزيكا اللي هو بيحبها بالشكل اللي هو بيحبها. احنا بناخد المحتوى بتاعه سواء كان كليب او كان اوديو، أو يعني اغنية او اغنية متغنية او اغنية ملعوبة معزوفة، وبنوزعها على كل شبكات الاتصالات على خدمة الكول تونز. مش في مصر بس، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله، وكمان عندنا في ايطاليا بس. وبعد كده بناخد الاغنية ننزلها على مواقع بقى الاستماع، سواء كانت مواقع برضو او كانت موبايل ابليكيشنز زي الابليكيشنز الكتير اللي كلنا عارفينها. وعندنا كمان خدمة اليوتيوب، لو الفنان نفسه يبقى عنده يوتيوب شانل باسمه، ده بالنسبة له بيبقى حاجة صعبة جدا، واحنا بالنسبة لنا حاجة سهلة ان هو يدير القناة اليوتيوب الخاصة بيه، يبقى اللي عنده ينزل قناة امتى باسمه عليها فيريفيكيشن بتاعته باسمه، عايز يديرها ممكن هو اللي يديرها، مفيش اي مشكلة، وبينزل عليها المحتوى بتاعه وبنحصله الارباح بتاعتها. ابلكيشنز كل شبكات الاتصالات، اي موقع بالنسبة لنا بينزل عليه الاغنية بيبقى فيه ارباح بتيجي من وراه. انه بقى لا، بالابلكيشنز كمان بقى الاشتراك بتاعها باسعار رمزيه، مش اسعار غاليه، ففي متناول الجميع، فبقى اسهل للناس ان هي تخش تشترك فعلا في اي ابلكيشن من الابلكيشنز دي وتسمع الاغاني براحتها من غير اعلانات. ولو مش عايزين يشتركوا بيخشوا يسمعوا بقى في شويه اعلانات صغيره، وكل ده بيجيب بعد كده ارباح لصاحب الاغنيه اللي بينزل عليها الاعلانات ولشركه الانتاج، فتستمر الشركه ان هي تنتج مره تانيه، او الفنان او المطرب يفضل محافظ على فكرة انه في عائد من الغنى بتاعه ومن المجهود اللي عمله في الاغنية والالبوم، يبدأ ان هو يكمل بالظبط.